لما جيت هنا وشالوا عيني الجمال من عليا، حصل معاك ايه هناك؟ حصل معايا 1 2 3 4 5. مين ناس زي دي؟ اسراء الطويل. من يوم 1/6 ليوم 15/6 في مقر امن الدوله ما بين المعادي وزغلي، متغميه بيحصل معاها انتهاكات ماديه ومعنويه داخل مقر امن الدوله. صهيب صعب، عمر محمد، في ناس من لغايه دلوقتي مختفيه. انس علام واخوه عزام علام من اسكندريه 50 يوم اختفاء قصري، محدش عارف هما فين. هما في ايد اجهزه الدوله في مكان تابع للدوله، ممنوع وكيل نيابه، حد في مجلس قومي لحقوق الانسان، محامي زوي يسال هناك ويروح هناك ويخش هناك وعنده صلاحيات حاجه زي دي. اذا فهو مش مجرد جريمه او ظاهره، ده تقليل من الموضوع. دي احد ادوات الدوله في التعامل مع المعارضين والسياسيين في عملية استجواب تحت إكراه مادي ومعنوي يبنى من خلالها التحريات. حتى الآن لم توقع اتفاقية الاختفاء القصر. الناس ساعتها بتسحب من إيديها وبتجرى نفسها دوليا. إحنا حاليا من نقابة الصحفيين والمجلس القومي اللي أستاذ جورج مشواري بيتكلم على داخلية. في لجنة إن الجريمة دي اللي بتتم عن طريق طبقا لتعريف اتفاقية الاختفاء القصر الدولية، يجب أن تتم عن طريق مواطنين وموظفي الدولة مش مدنيين، مدنيين يبقى خطف. اختفاء قصري يعني تبع الدوله. اللي حصل مع استاذ هشام جعفر الكاتب الصحفي او نقابه الصحفيين المفكر رئيس مجلس امناء مؤسس مدى التنميه والاعلام، يوم 21 يوم الاربعاء تم اقتحام مقره واقتحام منزله واحتجاز جميع الموظفين من رجال ونساء داخل المقر وتفتيشه عن طريق قطاع الامن الوطني وضباط الامن الوطني، وعدم اظهار اذن النيابه وعدم اعلامهم مين يعملوا ايه. ثم تم لغايه الساعه 1 بالليل من 12 دور لغايه 1 بالليل تحريس كل اجهزه الكمبيوتر والورق والفلوس اللي في المكان واحتجاز الشباب لغايه 10 بالليل، والنيابه جت الساعه 8 بالليل شمعت المكان واتنقلوا على البيت عنده اللي هو نقلوا مكان احتجازه للبيت. كان فجر الخميس 3 الصبح وقام في تفتيش البيت تفتيش كلي برضه بدون اظهار اذن نيابه بدون اعلامهم بسبب الهجوم من الجهات الامنيه والنيابه، واقتادوه 5 الصبح يوم الخميس الى مكان غير معلوم. جمعه ولغايه نص السبت احنا ما نعرفش عنه فين. طب هو اخر وقت كان مين اللي واخده؟ كان اللي واخده وزاره الداخليه عن طريق ضباط الامن الوطني والجديد وكلاء رؤساء النيابه عن طريق نيابه امن الدوله، فجهاز القضاء وجهاز الداخليه هو اخر مجموعه قامت باصطحاب استاذ هشام جعفر الى مكان غير معلوم. رحنا سالنا في قطاع الامن الوطني وقمنا بالمخاطره دي في كل الاسامي التابعه للمحيط بتاع السكن بتاعه في نيابه امن الدوله، مفيش اي معلومه ما ظهرش مش موجود عندنا باي صوره من التفاصيل. بالصدفه يوم السبت الظهر كان في تجديد اسراء طويل في نيابه امن الدوله. في نيابه امن الدوله في الاربع ادوار اللي فيه في ثلاجه اوضه بيقعدوا فيها المتهمين عشان يتم التحقيق معاهم بدون حضور المحامي الاصيل بتاعه وبدون اعلام زاويه، رغم ان الدستور بيقول ان المتهم حق اللي هو يتكلم زاويه بمكالمه تليفونيه ويكون عارف هو موجود هنا ليه.